السلام عليكم متابعي قناة ديليس نورا، كما عودتكم دائما أنجز فيديوهات لشرح بعض المسائل اللي كتسولوني لها، ومن بين هاد الأشياء كيفية تفعيل الإشهارات على الفيديوهات اللي كتكون المدة ديالها أكثر من 10 دقائق. بالنسبة للفيديوهات اللي أقل من 10 دقائق كتعرفوا بأن الإشهارات كيتفعلوها لها تلقائيا، أما الفيديوهات اللي أكثر من 10 دقائق كاين بعض الإشهارات اللي كتتفعل تلقائيا، ولكن بالإمكان ديالكم أنكم تضيفوا بعض الإشهارات حتى كيتمكن أن يكون تحقيق الربح عليها أكثر وأكثر. لهذا كنقولوا بأن خاص ضروري تحط في القناة الفيديوهات اللي أكثر من 10 دقائق. بالنسبة لهذا الفيديو تابعوه معايا حتى الآخر إن شاء الله، وغادي تفهموا الطريقة كيفاش. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء حتى تعم الفائدة. وبالنسبة لكيفية تفعيل الإشهارات أنا غادي نوريكم، بالنسبة لأي فيديو درت له تحميل في اليوتيوب كيبان لكم على هذا الشكل هكا، يعني كيكون فيه مونيتيزاسيون لي كومونتير لاناليتيكس وموديفي. هنا الا بغيتو تبدلوا شي حاجه، هنا بالنسبه ل يعني الحسابات اللي كيكونوا يعني شحال دخل شحال تشاف شحال هذا، هنا لي كومونتير اللي على الفيديو، وهنا لا مونيتيزاسيون ديال الفيديو يعني تحقيق الربح. كنضغطوا على هاد اللعيبه هذه اللي فيها الدولار، ملي كتضغط عليها كتعطينا هاد النافذه هذه. انا ديجا عادي باش ما يبقاش كي على حساب النت. ملي كتعطينا هنا كيكون هادو الا كنتي انت ديجا درتي تحقيق الربح عليه ملي كنتي كتحملو اليوتيوب، يعني غتبان لك هاد اللعيبه هادي خضراء، يعني كنكونوا ديجا دايرين اكتيفي يعني مفعلين هاد الاولى. ملي كتكون ديجا دايرها كتعطيك هادو كيكونوا دائما مكوشين، وكتكون هادي افون لا فيديو، وكتكون بوندون لا فيديو يعني قبل ما يبدا الفيديو كيكون اشهار، ووسط لا فيديو، وابخي لا فيديو. هنا ابخي لا فيديو كتكون ديكوشي، هاد البلاصه هادي كتكون بيضاء، يعني ضروري خاصك انت دير عليها علامه بحال هادو. ومن بعد غنضغطوا على هاد بلاسي مانويلمون، يعني كنديروها حنايا دوك الاشارات كنديروهم باليد ديالنا، يعني بلاسي مانويلمون. صافي ملي كنضغطوا عليها غتعطينا هاد النافذه هادي، كيخرج لك لا فيديو ديالك اللي انت بغيت دير عليه الاشهار، وكيخرج لك هاد الشيء هذا ما فيهش حتى حاجه. هادو انا اللي زدتهم، هما هادو ها هما هما هاد الاشهارات هادو، لان الاكثريه ديال لي فيديو كيكونوا كيتشافوا من اول دقيقه حتى الخمسة دقائق الاولين. الاكثريه هذه هي المده اللي كتشاف من لا فيديو، كتحاولوا ديروا عليها ما امكن ديال الاشهارات، ومن بعد كتحاولوا تفرقوا الاشهارات على هذه المده هذه، يعني بطريقه انا كنديرها يعني كل دقيقه كندير اشهار. بالنسبه لكم بغيتوا ديروا اقل بغيتوا ديروا اكثر، ولكن هذا بحيث فيه 15 دقيقه الفوق كندير عليه بزاف. الا كانوا غير 10 دقائق كنحاول ندير هنايا واحد الربعه ديال من دقيقه حتى ل 5 دقائق كندير واحد الربعه ديال الاشهارات، ومن 5 دقائق حتى ل 10 ديال الدقائق كندير جوج ولا ثلاثه. المهم كنحاول نفرق ما بين هذه المده هذه، ولكن بما ان هذا فيه 15 دقيقه حاولت انني ندير اكثر. هما يقدروا يظهروا كاملين يقدروا ما يظهروش، ولكن اللي مهم هو انك انت كديرهم بيديك. كيفاش كدير لهم؟ كتجيب هذا الخط هذا ها هو كتدوز هكا، والبلاصه اللي بغيتي انك تصوب فيها اشهار كتوقف وكتضغط بلا سوري، هي هذه ها هي. اون فوا ضغطت كندير كوبور بوبليسيتير يعني اعلان اشهاري، ها هو ده كيظهر هنايا في هذه النقطه هذه، هاد البلاصه هادي زدت اشهار. بغيت ما بغيتوش انا في هاد البلاصه، بغيت نحولو لهنايا، غنمشي وغنضغط عليه ونهزو ونطلق. ها هو دابا متهزش، غادي نجي ونهزو ونحطو هنايا. ما بغيتوش هنا غنهزو عاوتاني ونحطو هنا بحال هكا، يعني انت كتلعب به كيما بغيتي.
ما بغيتش هذا كاع في مره اللي هذا مثلا، هذه غنحولها لهنا، وهذا ما بغيتوش غندير سوبريمي ديليت. هو سوبريمي هذا كاخر واحد تهز، غادي نهزو ونجيبو لهنا. يعني انت كتلعب فيه كيما بغيت، ملي كيولي زرق يعني ممكن انك هانت انا غنسوبريمي مره مثلا. غادي نجيب هذيك الحطه هنا باش تبان لكم. ها هي دابا هذه اللعيبه هذه غادي نجيبها غنبرك هنايا، وغادي ندير كوبور بوبليسيتا. ها هي تزات في الدقيقه 8 صافي بحال هكا. وملي كنسالي هاد اللعيبات هادو كاملين كنستفهم في الفيديو ديالي، ما تنساوش ديروا كونتينيو هكا صافي. اون فوا كدير كونتينيو يعني هنايا كتخرج كتلقى هاد البلاصه زرقاء ولا يعني بيضاء، كدير اونغوجيستري. انا دابا حيت ما بدلت حتى شي حاجه يعني ما كاينش هنايا اونغوجيستري صافي، كدير اونغوجيستري. وبامكانك ساعه ترجع لي فيديو ديال لاشين كتلقى بان عليهم الاشهارات. يعني صافي هذا بالنسبه لتحقيق الربح على الفيديوهات اللي اكثر من 15 دقيقه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله الا كانت عندكم شي اسئله ولا شي اقتراحات ولا هذه اللي ممكن انني نقدمهم لكم في لاشين، اكتبوهم لي في الكومنتار. وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللي كومونتير ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.